بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة نتكلم على مجموعة من أعطال صندوق الطرد. أول عطل يا جماعة، العطل ده لما نيجي ندوس كده ما بينزلش مية، بندوس على الزرار الفقري ده ما بينزلش مية، ونحس إن مفيش حاجة تحتيه، مجرد السوستة اللي تحت بتنزل. طبعا يبقى الزرار ده شكله كده ما بيقابلش المكنة، ما بيلاقيش الزرار الضغط، الزرار اللي هو تحت اللي بيستقبل الضغط من فوق علشان ينزل المية في القاعدة. هنرفع كده يا جماعة ونشوف. ده يا جماعة القرص اللي تحت اللي بيتضغط عليه من الزرار اللي فوق، يروح يخلي اهو ده بندوس عليه كده، بيروح ضغط على اللي تحت يخلي المكنة تفوت المية وتنزل في القاعدة. زي ما احنا شايفين الجزء ده اهو، ده اللي بندوس عليه يا جماعة ويروح مسيب المية، بس الجزء الفوقاني بيجي يضغط ما بيلاقيه، ما بيقابلوش، يبدو ان حد عبس بيه. ده بيطلع وينزل، الجزء الابيض ده بيطلع وينزل عن طريق زي يعني حاجة قلاووص كده تخليه ينزل ويطلع، عشان ايه؟ احدد المسافة بينه وبين الزرار الفوقاني. فطبعا حد تقريبا لعب فيه، حد من العيال او من الاستخدام، رغم ان هو لسه ما بلوش اسبوعين يعني، بيلف يلف يفضل كل ما تضغط واحده الزرار من فوق يلف ويبعد عن الزرار اللي فوق. احنا يا جماعه هنعالجه بطريقه بسيطه، يا دوب بس هنرفعه شويه لفوق بحيث يقابل الزرار اللي هو فوق في الغطا. ده عطل بسيط يمكن في حد ما يعرفوش، بنقوله لحضراتكم. هو بص يا جماعه كده بنرفعه لفوق عشان يقدر عن طريق زي ما قلنا رجلاش كده او الوز يعني، بيخليه بيديله الامكان ان هو يرتفع وينزل لتحت. رفعناه لفوق يا جماعه تقريبا في مستوى العلبه ديك او صندوق الطرد اللي هو الحافه بتاعته او السور بتاعته. هنحط الزرار كده ونجرب. شوفوا يا جماعه كده قابل اهو، بصوا يا جماعه الميه اهي، الميه يا جماعه نزلت، بس انا ما لحقتش اصور الميه وهي بتنزل لسرعتها. هنسيبه شويه كده نملاه تاني ونشوف الميه. للاسف ده لسه جديد زي ما قلت، فطبعا حد لعب فيه او هو من استخدام عمل العمليه ديت وبدا ينزل، كل ما اضغط يروح لافف لفه لتحت مع الضغط بينزل. اهو كده يا جماعه، يلا بقى نشغل. اهو يا جماعه نزل الميه بتاعته اهي. طبعا عايز ميه اكتر بتسيبه هنقول دلوقتي السبب. اهو يا جماعه هندوس اهو. شفتوا الميه اهو، عمليه سهله وبسيطه، وان شاء الله في نتكلم عن عطل تاني. العطل ده يا جماعه عكس العطل اللي فات، ده الميه بتنزل على طول من القعده، وده معناه ان المكنه بتسرب الميه على طول باستمرار. سامعين الصوت او شايفين الميه زي ما احنا شايفين بتنزل في القعده باستمرار، نتيجه ان المكنه بتفوت الميه. الجلبه اللي تحت مرفوعه شويه، الجلبه اللي بتمنع الجلده اللي هي بتمنع نزول الميه تحت المكنه بتسرب الميه. هنرفع الغطا ده يا جماعه كده اهو، الميه هتتوقف، الميه تتمنع نزولها طبعا، نتيجة لأن الجزء ده يا جماعة مضغوط على طول. الزرار الفوقاني بالقعد نازل ده مرفوع أكتر من اللازم من فوق، فطبعا لما باجي أحط الغطا بيضغط على الزرار دوك، فيكن المكنة بشغلها إن هي تسيب الماية. طبعا أنا هقوم بتنزيلها شوية أهي يا جماعة، الماية اتقطعت أهي، لأن المفتاح مضغوط على طول. وزي ما قلت إن في قلاووص تحت القرص الابيض ده بيسمح بطلوع ونزوله وارتفاعه وانخفاضه لتحت، عشان نقدر نظبط المسافه بينه وبين
القرص الفوقاني اهو يا جماعه كده وكده، الحمد لله اشتغلت اهو، نزلناها تاني اهو، نخلي دي يا جماعه في مستوى اللي ايه الجزء السور ده، هنحط ده يا جماعه الغطا تاني عشان نختبر المسافه وهل هتنزل ميه ولا لا بعد ما احط الغطا، وهل لو انا دوست هتنزل ميه بقى عادي في الوقف يعني صح، او عند اما انا اكون عايز يعني الميه تنزل. اهو نزلت كده يا جماعه اهو الميه ثبتت، وهندوس بقى كده اهو يا جماعه والميه نزلت طبيعي هيك، وده عطل سهل برضو ممكن يكون عبث او من الاستخدام او اي سبب اخر، هنعالجه بالطريقه دي وان شاء الله، وبرضو وهنشوف عطل تاني. اما العطل ده يا جماعه زي ما احنا شايفين كده الميه طالعه من الشطاف على طول باستمرار، ايه السبب يا جماعه في حاجه زي كده؟ خروج الميه من الشطاف زي ما احنا كده سببها عطل واحد، او سببه المسبب واحد وهو المحبس. المحبس يا جماعه ما بيجيبش المشوار كله، بمعنى ان هو ما بيلفش لحد ما يقفل الميه، طبعا نتيجه ان هو ذات نفسه بايظ، في صدى من جوه، في رواسب، او ان الجلده تكون بايظه، الجلده تكون بايظه او الكاوتشات اللي جوه. وعلاجه يا جماعه هو ان انا اغير اهو المحبس ده اللي على الشمال من تحت ده اهو يا جماعه، ده يتغير. طبعا ممكن نحاول نصلحه لو عرفنا، ما عرفناش هنفك الصاموله دي كده اللي هي بتاعت الوصله اللي راحها للشطاف، ونشيلها ونشوف الجزء ده ونفكه اهو زي ما احنا شايفين يا جماعه ببنسه، بس نخلي بالنا من السنون اللي هي ايه تحت الوصله دي، تحت صاموله الوصله، عشان ما ايه ما تتعضعضش وما نعرفش ايه نربطها تاني. طبعا ما ننساش التفلون عند مؤخره هنا ده كده، نحط التفلون هنا من عند السباك برضو ونلفه حواليه قبل ما نربط عشان يمنع نزول المية، وبعد كده نخلي الوصلة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده يا جماعة، ما نخليهاش مقوسة، نخليها في خط مستقيم بحيث ما تتنيش وتتلف بسرعة وتبوظ وممكن تتقطم مننا، نخليها في شكل مستقيم. ده هو العلاج للموضوع دوت، هو ده هو المحبس اللي بيسمح بنزول الميه باستمرار. شكرا والى عطل اخر. العطل ده يا جماعه عطل بسيط وسهل، بس في ناس ما تعرفوش برضه. البسبوس ده يا جماعه اللي هو بتاع الشطاف نلاقيه بيطلع الميه بتاعته شمال او يمين او تحت وفوق، طبعا ده وراه بليه دواره في نفس الجسم بتاع البسبوس ده بتسمح لنا بان احنا نحركه شمال ويمين، بقى مسمار كده يا جماعه او بايدينا ونحطه في الفتحه دي كده ونظبطه شمال او يمين او فوق وتحت، لو ما قدرناش طبعا نعمله بايدينا نعمله زي مسمار كده نحوله بالراحه شمال ويمين. ده عطل سهل وبسيط وحلاج. العطل ده يا جماعه او المشكله دي بتتلخص في ان صندوق الطرد ما بينزلش ميه كتير، تدوس على الزرار ينزل الميه ولكن شويه ميه صغيرين وقليله يعني. السبب بكده يا جماعه هو ان الصندوق ده ما بيتمليش ميه، مستوى الميه مش كتير او مستواه في كتيره، ودي مسؤول عنها العوامه دي، دي العوامه اللي بتحدد الميه يا جماعه، انخفاضها لتحت وارتفاعها لفوق هو اللي بيحدد كميه الميه، ودي عن طريق بنتحكم فيها العوامة اللي هي الزرقاء دي، عن طريق اللي هو جزء الاسود دوك، هو ده يا جماعة عن طريقه بنرفع العوامة وننزلها. طبعا دي فيها عقل واحنا عايزين بقى نزود نرفع لفوق ونثبتها في اي عقلة، وهي خروجها سهل، مجرد ان انا اجيبها ناحيتنا كده لتحت ونركبها تاني ونضغط عليها بتروح راكبه، ونحدد المستوى اللي احنا عايزينه، عايزين ميه كتير عايزين ميه قليله. طبعا زمان كانت الجزء ده
ثابت، كان طريق عبارة عن كرة مدورة اهو، الجزء ده الاسود يا جماعة هو اللي بنتحكم فيه في ارتفاع المية او انخفاضها. في طبعا مكان تاني او عوامات تانية بنلفها، بنلف الجزء ده عن طريق برضو ألاوز، نفضل لحد ما ترتفع العوامة اللي هي الزرقاء دي لفوق، وهي اللي بتحدد لنا المية. طبعا زي ما انا دوست عليها كده طبعا فتحت الحنفية اللي هي من داخلها او اللي هي بتنزل المية، وطبعا ده يعني عملها سهل. وساعات يا جماعة مني تحت يعني ما بي اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، واحنا بندوس هنا ساعات في عطل تاني ان الكاوتشاية اللي تحت تكون بايظة، في كاوتشاية مدورة كده يا جماعة مقوسة او حاجة، فبتسمح بنزول المية. طبعا دي علاجها ان احنا نشيل الكاوتشاية ديك علشان ممكن تكون نشفت قوست فنقدر نغيرها. بتتفك الجزء ده كله يا جماعة، وبنقدر اهو فكه من هنا كده ومسكها شمال، هتلاقيها طلعت معانا، هتبان لنا جلدة كده او جلدة مدورة زي جلدة الحنفية بس حجمها كبير، دي بتتحكم في نزول المية. ان شاء الله هفك لكم المكنة دي واوريها لكم على الطبيعة عشان تاخدوا يعني تشوفوها بالظبط. زي ما قلنا اللي هي الجزء ده العوامة دي يا جماعة هي اللي بتحدد المية تطلع او تنزل عن طريق فك اللي هو الاسود ده. طبعا هنا المحبس اهو، وزي ما احنا ده المحبس ممكن يكون مسدود مثلا، لو العوامة يا جماعة زي ما احنا شايفين من تحت اهي بتتفك عن طريق برضو صامولة، ممكن نفكها ونفكها فوق ونصلحها لو فيها الجلدة الداخلية بايظة او ان المحبس بايظ ما بيوصلهاش مية فما بتتمليش بسرعة مثلا، يعني الجلبة بتاعتها بايظة فما بتسمحش، او هو ذات نفسه المحبس بايظ ما بيسمحش بمرور مية كتيرة، فنفضل نستنى فترة كبيرة عقبال ما تتملي الجزء ده، بمعنى ما نقدرش نستعملها ورا بعض. يبقى ده نشوف علاجها في المحبس او ان الجلدة اللي هنا اللي هي في العوامة دي بايظة، وان شاء الله هجيبها لكم على الطبيعة واشرحها لكم حتة حتة لوحديها كده. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. دلوقتي يا جماعة هنتكلم على مكنة صندوق الطرد او المكنتين اللي موجودين داخل صندوق الطرد. اول مكنة دي يا جماعة، المكنة دي هي اللي بتنزل لنا المية على قاعدة الحمام دي يا جماعة عن طريق الضغط. هنا في زرار عامل زي تقريبا زي فكرة الابرة دي كده، الزرار الابيض هو دلوقتي ضايع مني كده، اما بندوس عليه كده العدة الاكس ده بيطلع لفوق. طبعا في الزرار اللي هو من الخارج بيروح دايس، هو كمان هنا احنا بندوس على اللي من الخارج على الجزء ده هو كده الفوقاني، بتروح مرفوعة لفوق الاكس ده، بيروح في جلدة هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين اهي، دي اللي بتسد الفتحة اللي موجودة في اسفل صندوق الطرد، دي اللي بينزل فيها المية اللي بتنزل لقاعدة الحمام كده اهو، ودي بتتربط في زي ما احنا شايفين كده، بتدخل كده في قاعدة الحمام في قاعدة صندوق الطرد او في اسفل صندوق الطرد. ونحط طبعا الوردة الكبيرة دي السفنجة عشان تمنع تسريب، ومن تحت كده بنربطها بهذه الطريقة جامد لحد ما تدوس على الجزء دوك جامد فيمنع تسريب المية. فلو حدث تسريب من الجزء ده من اسفل صندوق الطرد يبقى دي في تسريب من هنا، نشوف حكاية ايه، الجلدة دي سليمة او جلدة الكاوتش ديك سليمة ولا لأ.
طبعا دي بتتحط كده في صندوق الطرد في الجسم بتاعه في الفتحة اللي موجودة من تحت، ودي بتتحط عليها يا جماعة كده اهو، اللي هي المكنة الأساسية بتاعت اللي بتنزل المية. طبعا في هنا جزء بلاستيك زي جلدة الحنفية أو فكرة جلدة الحنفية، بتروح قافلة قافلة الفتحة، بتروح قافلة هنا كده كده اهو، تروح منع نزول المية. نيجي ندوس تاني من فوق كده بالزرار خارج صندوق الطرد، تروح العمود ده مرفوع وتترفع معاه الجلدة دي، وبعدين تسمح بنزول المية وتروح راجعة تاني ليه، وتروح تراجع تاني لنفس الوضع. احيانا يا جماعة الجلدة دي مع طول العمر الجلدة دي بتنشف، فطبعا هتفوت، هتسمح بنسبة تسريب، او مثلا في تراب او رمال او اشياء او اي حاجة دخلت بين الكاوتشاية دي والقطعة دهيك. فطبعا احنا لو عايزين نعالجها هنفك المكنة دي كده، وهوريك دلوقتي طريقة فكها وننظف هنا. ولو الكاوتشاية دي مقطوعة ناشفة من النوع الناشف، نجيب نوع طري يا جماعة، يكون طري عشان نعرف نحكم نزول المية. دي اهم عقل فيها، دي بتتغلع اهي، بتتخلع كده اهو، بتتشال بعد ما نفك دي الصامولة بتاعت الرابطة عليها، هي ليها فتحة بنفس الايه الدوران ده كده. فدي اهم حاجة، ودي اللي ساعات لو فيها عيب الجزء ده يا جماعة بتسمح بنزول المية، نلاقي المية نازلة من الايه حوالين القعدة من الداخل. فطبعا لإما دي مرفوعة لفوق شوية كده فبتسمح بنزول المية، او انها بتسرب وهي نازلة برضو بتسرب في اي طوبة زلطة اي حاجة غير طبيعية تحت الكاوتشاية دي. طبعا دي بتتركب زي ما قلنا، بتتركب هنا كده، ودي بتيجي فوقيها اهو الجزء ده اهو يا جماعة كده، بتروح واخدة نص لف الدوران كده اهي كده، وتروح راكبة. طبعا احنا لما نيجي نغيرها يا جماعة ممكن نجيب المكنة وما نفكش الجزء اللي تحت، نسيبه راكب عشان يبقى اسهل لنا، لان لما نيجي نفك صندوق طرد هنفك مسامير شمال واحدة يمين واحدة شمال، وكاوتشات متركبة وورد، فاحنا هنوفر على سينا لو عايزين نغيرها كلها، لان دي ما بتتباعش لوحدها. ناخد الجزء الجديد ونروح مركبينه بس تكون نفس المكنة، مش مكنة نوع تاني اهو كده يا جماعة، وتركب وتحلت المشكلة بتاعت نزول الماء باستمرار. في حاجة تانية يا جماعة تبقى موجودة في صندوق الطرد اهو، دي المكنة اللي بنقول عليها العوامة، دي برضو نفس الحكاية يا جماعة اهي، نفس الشكل. دي العوامة اهي دي كده اهو، زمان كانت على شيء كورة زي ما قلت، وهنا بتيجي يا جماعة كده، بتيجي دي كده برضو بهذا الشكل. طبعا ده مش راكب فيها، هنفكها عشان نقولكم طريقة تركيبها. هنفك كده، نفك الصامولة البلاستيك دي، وفي تحتيها وردة بلاستيك اهي يا جماعة كده اهي، وزي ما احنا شايفين دي اهي كده بتركب في بنسميه في القلب بتاعها او في قعر صندوق الطرد كده. وزي شايفين كده الجزء ده يا جماعة لازم يكون طري برضه، لان ده هيمنع نزول المية من حوالين الميكانيكا دي. بعد ما نركبها من تحت بقى كده يا جماعة، من تحت السيفون، من تحت صندوق الطرد، هنحط دي كده، وبعد كده نربط عليها بإيه؟ بالصامولة البلاستيك دي لحد ما تقفش جامد في قعر صندوق الطرد اهو كده اهو كده، اتثبتت يا جماعة صح؟ اهو كده اتثبتت كده كده اتثبتت، ونربط جامد شوية برضو بس من قرص قوي عشان البلاستيك ده الطري يعشق في المسام اللي هي الدايرة اللي هنركبها فيها، فيمنع نزول المية. طبعا لو اتاكلت دي او مش مربوطة كويس او اي سبب من الاسباب دي هتنزل مية من حوالين دي كده. طبعا التفلو لازم يكون معانا، دي يا جماعة بوش، اسمها بوش، دي بنركبها كده ساعات بتيجي مع المكنة دي او ساعات ما بتجيش كده اهو بالطريقة دي كده يا جماعة اهو. برضو نستخدم اللي هو الايه التفلون ده، التفلون اهو الشريط الخفيف او الشفاف، ونلفه حوالين
القلاووز دوت قبل ما نربط دي، قبل ما نربط دي يا جماعه عشان ما تنزلش ميه بين البوش والجزء النحاسي. طبعا هنجيب برضو الوصله، وصله الميه هي يا جماعه جزء راح للمحبس بتاع الشطاف وجزء هنركبه في المكنه ديك عشان يوصل لها ميه. ما احنا عايزين نملى صندوق الطرد، صندوق الطرد يا جماعه بيتملي من خلال الوصله دي، وهنا وهنا في الداخل هنا اهي في حنفيه يا جماعه اهي، دي بتطلع ميه اهي، الفتحه اهي وادي فتحه اهي، وده يا جماعه ده اللي بنظبط بيه درجه ارتفاع الميه في الحوض. فكلما علينا الفله دي لفوق كده العوامه قصدي، كلما ملأت الصندوق مش عايزين نملاها بننزلها وبنتحكم فيها يا جماعه عن طريق العمود. شايفين الاكس ده؟ الاكس ده يا جماعه زي ما احنا شايفين كده اهو اهو، الاكس ده يا جماعه اهو بنتحكم فيه بالطول والعرض عن طريق لفه. كل ما نلف لفوق تطلع العوامه لفوق، في هنا زي ما احنا شايفين اهو الغوز بيلف فيها مطلعها لفوق او ينزلها لتحت زي ما احنا شايفين. فنتحكم في كميه الميه اللي موجوده في صندوق الطرد. بعد كده بنجيب الوصله يا جماعه بعد ما نركب البوش ونستخدم التفلون، هنربط كده ونتاكد من هنا يا جماعه ان في كاوتش، نتاكد في هنا ان في جلده هنا اهو كده من الداخل هنا كده في جلده مدوره عشان تحكم ما تخليش الميه تتسرب من الجزء ده. ونعمل تفلون، نلف تفلون هنا شريط تفلون كده كده يا جماعه اللي هو الخفيف دوت من النوع الايه يعني نوع من الشريط الخفيف جدا، نلفه كده ونروح مركبين كده وبواسطه اهو كده يا جماعه، وبواسطه ايه لو عندنا كماشه عندنا زي ده كده فرنساوي، مفتاح فرنساوي اهو بنتحكم فيه بنتحكم في قيمته يعني اهو، ونجيبه على قد الصاموله ونربطه يا جماعه. او نوع تاني من الكماشات، كماشه اهي دي بتخلينا بتفتح على الاخر بدرجه درجه، ممكن نقفل بيها ونخلي بالنا من ان احنا نبوظ السن بتاع البوش، يعني نخلينا كده شغل صناعيه كده يعني بالراحه. زي ما قلت ده بنتحكم في ارتفاع وعرض، طبعا بتحصل لها اعطال. طبعا لو هي بتسرب من حواليها كده يا جماعه، لو بتسرب من حواليها كده يبقى كده في حاجه مش مربوطه كويس، عايزه تفلون الجزء الكاوتش ده بايظ. طيب ساعات يا جماعه ما بتقفلش، لو ما بتقفلش يا جماعه الحنفيه دي هنا كده طبعا صعب تصليحها، احنا كإنسان عاديين صعب ما بتنزلش ميه، بتكون مثلا البلاستيكيه اللي هي في جلده جوه يا جماعه بتدوب وتسد الفتحه بتاعه نزول الميه من خلال اللي هي زي الطرمبه دي يا جماعه على فكره، او الحنفيه يعني حنفيه بنسميها مجازا حنفيه اهي، فدي بتتحكم فيها دي. كل كل ما شايف الدراع ده يا جماعه كل ما يرتفع كده 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 عن طريق العوامه يروح قافل الحنفيه اللي هنا، الدراع ده يا جماعه هو اللي بيقفل الحنفيه، لو نزل كده او فضل نازل لتحت هيفضل ينزل حنفيه، وكل ما تيجي الميه تحت الترومبه دي تفضل ترفع ترفع ترفع، يعني هي بترفع في نفس العوامه دي بترفع في نفس الوقت الحنفيه ديك اللي هي بتنز ميه او بتطلع ميه، فبتروح قافلاه وتقوم بالمهمه بتاعته. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده في مجموعه الاعطال اللي انا قلتها، وتعرفنا على المكنتين الاساسيتين في صندوق الطرد، المكنه اللي هي بتسمح بنزول الميه، والميه اللي هي بتتحكم في الميه الموجوده ورا الموجوده في صندوق الطرد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.